سر نهر دجله ما عندنا اساله مال ماي. ليش وقت هاي المشكله؟ قديمه يعني مو اليوم، قبل النظام وبزمن النظام وبزمن الحكومه الحاليه هسه حاليا. نعم. قديمه يعني. يعني انتم هاي صار تقريبا نعم. يعني 20 25 سنه بالضبط اكثر. احنا من ابو جد هاي الارض مالتنا يعني. من منطقه كسب الثانيه سنه تاسست يعني؟ تاسست يعني بتاريخ قديم يعني من نشاه الارض. احنا هذا تراث اهلنا واجدادنا هنا. يعني موجوده هاي؟ نعم نعم طابع هاي تابع المركز محافظه ميسان وهي موقع العماره. لكن هاي هي متردية الخدمات مال المياه بيها، يعني ما عندنا لا اساله ماي لا عندنا خدمات لا عندنا. هسه انتم شلون قاعد تعالجون مشكله المياه؟ يعني هسه اكو فقط يعني قضيه انه النساء تنقل المياه، اكو طريقه هسه نخلي مطار على الكهرباء على الشط ينقل لنا الماي، واذا طفت الكهرباء نروح يجيبون بسطل بجدر يجيبون مي ينقلون للبيت. مطار مطار مال المي هناك على الشط. كل بيت عده يعني يعبر من السده ويعبر للبيت، هذول اللي على السده والا اللي غادي من بعد مسافه ما عندهم ماي.